نعم نعم هذا خيار المر شفتها الخيار المر طعمها اكشر انا جربتها ادري نعم شفت الخيار المر هذه لا في منها على شكل كباسيل حبوب ياخذون حبتين قبل كل وجبه زين حبتين قبل كل وجبه اي حبتين يعني 6 حبات باليوم اي تجيب لك السكر خلينا نقول من مستوى 15 الى 6 خلال شهرين بس لازم يراقبونها عدل طبعا يعني عدل هذه ممتازه جدا تنزل السكر تمام اللي هي الكريل الهندي او يسمونه الخيار المر او بيتر ميلون يسمونه